الله وبركاته. استاذ بغينا نسولوك على الراي ديالك بالنسبه للنشاط اللي دارتو جمعيه الشباب للابداع والتواصل. انا كنشكر اولا هاد الجمعيه الشباب للابداع والتواصل على هاد البادره اللي دارت. بما ان حنايا مسلمين اول ايه نزلات هي اقرا، حسنا امه ديال القراءه وحسنا رجل هاد القراءه، كنشجعهم انهم داروا هذا النشاط هذا وكنتمنى انه يتكرر كل مره. اللي الصراحه ماشي بزاف، كنشوفوا غير المرات المعارض ديال الكتب، ولكن باش نشجعوا على القراءه ونبدسوا ونقراوا الاوتور تبارك الله عليهم نظموا كل شيء مزيان، وكنشجعهم وكنتمنى لهم مسيره موفقه ان شاء الله. بداية كنبغي نشكر جمعية الشباب للإبداع والتواصل على هذه البادرة الطيبة ديال الكتاب، حيث كما كتعرف أن بزاف الناس يعني ولينا كنتهربوا من الكتاب، فهذه بادرة فريدة من نوعها أننا بالخصوص يعني في الهواء الطلق في الشارع. دونك هذه أول حاجة، وثاني حاجة الأنشطة اللي دابا اللي خدامين فيهم ديال مع الأطفال، دونك أحسن حاجة هو أننا تكون الفئة المستهدفة هي الطفل، هي الناشئة ولا هما رجال المستقبل إن شاء الله. أنشطة اللي هي تربوية، أنشطة اللي كتستهدف أنه تربي فيهم قيم ديال المواطنة وديال حس المسؤولية، وفي نفس الوقت التواصل مع الآخرين، وأنهم يكونوا يعطيو ويكونوا ذاك النوع اللي هو أكتيف يعني نشيط. دونك تبارك الله عليهم، فشكرا وكنتمنى لكم استمرارية إن شاء الله والتوفيق في الأنشطة الجاية إن شاء الله. تبارك الله عليكم. صراحة كنشكروا الجمعية اللي دارت هذه بادره طيبه، كنتمنوا لهم الاستمرار ان شاء الله، لان هذا الشيء كيحفز الاطفال والتلاميذ باش على شويه ترجع لديك يرجعوا القراءه ذاك الشان اللي كان عندها زمان، لان هذا الوقت ما بقيناش كنشوفوا مع هذه المسائل اللي تطورت، مسائل التواصل الاجتماعي، الدراري ما بقاوش يقراوا بزاف، والحمد لله هذه البادره زميله وكنتمناها تتكرر بزاف باش الاطفال تعطوا شويه للقراءه. هذه فكره حسنه ان تكون انشطه موازيه لهذا النشاط ديال القراءه، تكون انشطه للاطفال الصغار باش يحفزوهم على القراءه، حيت بهذا الشيء باش الدراري كنحبوا لهم واحد الشيء اللي نوصلوا لهم واحد الرساله. صراحه مبادره زوينه بزاف وعجبتني، واول مره ربما انا اول مره نشوف هذه المبادره اللي كدار في برشيد هنايا. بالنسبه للانشطه الثقافيه بزاف ما كنشوفوهاش كثيره، وبالخصوص ان الاطفال ديالنا محتاجين كثير، بالخصوص في المدارس وفي هنايا بحال مثلا السكنه ديال برشيد محتاجه هذا الشيء بزاف، هذا الشيء كيفتقدوه بزاف، وانا كنتمنى يكونوا انشطه زعما يكونوا اكثر من هذا الشيء، ويكونوا مبادرات اخرين في بحال قراءه الكتب مثلا، تشجيع يكون تشجيع على القراءه ديال الكتب، اللي بزاف ديال الاطفال ربما ما كيقراوش الكتاب، كيشدوا على الانترنت ولي طابليت وراك عارف، ويا ريت يكونوا شي حوايج اخرى يعني. ربما هذا الشيء اللي شفنا اليوم كان صراحه كان زوين ورائع ولطيف بزاف، وحتى بالنسبه حنايا الاباء شاركنا وعجبنا الحال، ولينا حتى حنا شاركنا وليداتنا في هذا الشيء.